بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا
مصدقا لما بين يدي. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم.